اليوم نسيت القبعة تاع المدير ورحت يعني رياضي كمواطن عادي باش نشارك ونحسس ونمدوا من وقتنا يعني احنا مقتنعين بهذا العمل اللي نقوموا به، وكي تكون مقتنع وتساهم يعني تعطي العبره باش الناس يعني من هاك في المنافسات الاخرى والتظاهرات الاخرى يكونوا معنا باكثر ان شاء الله. اليوم كان يوم تحسيسي يعني ضد سرطان الثدي، وحنا شهر اكتوبر الوردي، احنا كلجنه منظمه نختاروا كل الفرص باش نحسوا ونروجوا على البطوله المتوسطيه هذه. وكما شفنا كان تنظيم في المستوى ما شاء الله، ويعني اليوم العالمي لاكتوبر الوردي هو نساند المراه بصفه عامه، كما شفنا هنا اولادها بناتها كلنا يعني كلنا اكتوبر الوردي.